كابتن بلال، الامور ازدادت صعوبه بعد تعادل اليوم. طبعا انت يعني الامور اتصعبت من مباراه الاسماعيلي مش مباراه النهارده. يعني نسبه وتناسب، انت النهارده عندك بتلاعب مين وهو بيلاعب مين؟ هو بيلاعب الانتاج الحربي، بيلاعب سيراميكا كليوباترا، بيلاعب النهارده وادي دجله. يعني الامور يعني الفرق في المتناول، يعني اي نعم الظروف صعبه، بيلاعب فرقه برضو صعبه وبتحاول ان هي تصارع من اجل البقاء، لكن يعني ماتشات في المتناول. يعني اما ماتشات الاهلي كلها صعبه. ماتشات الاهلي النهارده طلع الجيش، الماتش الجاي المصري، الماتش اللي بعديه الجونه، ويمكن الاسهل فيهم او ممكن يكون بالحسابات برضو تمام ممكن يكون اسوان. تعادل النهارده يمكن انا بشوف ان الاهلي افتقد، هو اللي افتقد نقطتين النهارده في الماتش، يعني بيدي لا بيدي عمر، يعني زي ما بيقول. يعني انت النهارده اللي اضعت منك، النهارده الاهلي بيلعب بطريقه لعب مش دي طريقه لعب النادي الاهلي. انت متعود انك بتستحوذ، متعود انك بتبني هجمات، متعود ان انت ما بتلعبش على الكرات الطوليه، الكرات العاليه. غيرت من السيستم ومن الستايل بتاع لعبك النهارده، فكانت دي النتيجه. وصلت للنتيجه اللي اتكلموا عليها الكباتن، اللي نجح فيها باسيون ان هو يمتصك ليها او يجذبك ليها. ايه؟ العب كور طويله. فانا هو بيلعب باثنين سنتر باك ثابتين على واحد، الاثنين الباكين بتوعه تقريبا طول المباراه ما تقدموش تقريبا، صح. يعني بنسبه 80 90% ما تقدموش، ما عدوش نص الملعب، فكانهم بيلعبوا اربعه سنتر باكس النهارده نادي طلع الجيش. وصلت انك تلعب زي ما هو عايز بالظبط، عايز يلعب كرات طويله، وابتدي السرعات العاليه، مين هياخد؟ حارس المرمى بياخد السكند بول قدامه، في اثنين لعيبه في نص الملعب بالنسبه له، عمرو السيسي دايما واقف قدام الاثنين السنتر باكس بتوعه، فعلى طول بياخد برده السكند بول الاماميه، والثاني الجول بياخد بسام بياخد السكند بول الخلفيه. فخلاص النهارده غيرت من اسلوب لعبك النهارده. كابتن علاء يتكلم على مجدي قفشه وطريقه تحركاته في الملعب النهارده، ما كانش ليه التاثير القوي. المباراه اللي فاتت بواليا مجدي قفشه بيطلع طرف الاطراف، النهارده عندك مشكله كبيره جدا جدا في الاثنين الباكين بتوعك. النهارده اكرم توفيق وعلي معلول مشاكل كبيره جدا، عدم التقدم. انت بتلعب فرقه مع احترامنا الكامل ليها يعني كطلاع الجيش، ولكن فرقه يعني بتلعبك من نص الملعب. ايه الازمه اللي كانت موجوده عند لعيبه النادي الاهلي ان هم دايما يبقى احنا بنلعب في ال 45 متر التانيين؟ ايه المشكله لما ايمن اشرف وياسر ابراهيم يبقى دايما زقين لقدام؟ انت بتلعب في بدايه الماتش كنت بتلعب على عمرو جمال، عمرو جمال مش اللعيب الفاستر، عمرو جمال لعيب محطه تمام. فما عندكش الازمه ان انت انك تلعب في 45 متر، ما تلعبش في 70 80 متر، وتدي فرصه كبيره جدا انه يستلم الكوره ويبقى محطه ويستنى ويخرج احمد سمير من الناحيه دي ويخرج ناصر منسي من الناحيه الثانيه. طريق تغييرك لاسلوب لعبك النهارده هو اللي افقدك الجيم. صح. رقم اثنين التغييرات بتاعت مستر موسيماني النهارده. انت لو انت خلاص قررت انك تلعب بالشكل ده اللي هتلعب باللونج بول والدايركت اتاك، خلاص يبقى انا النهارده العب بوالا وجنبي مروان محسن من بدايه الشوط الثاني، واعتمد على اثنين عندهم اطوال وخلاص، وانزل اثنين وانزل اثنين عندهم سرعات مثلا صلاح محسن، وتبتدي تشتغل بالستايل ده طالما انت هتعتمد على الكرات الطوليه وهتعتمد على اللونج باس. تغيير الستايل، صح. تغييرات كمان اللي انت عملتها النهارده ما كانتش موفقه، ادت في النتيجه ان انت بتلعب مباراه قدام طلائع الجيش ما عندكش فرصه حقيقيه قادر تصنعها. في فرص جت للنادي الاهلي، لكن انا بتكلم فرصه انت قدرت تصنعها بطريقه لعب النادي الاهلي، بطريقه لعب مستر موسيماني، طريقه لعب اللي هي الباص والريباس، باص تفتح على طرف الملعب، تشتغل الكورسات العرضيه، يبقى مجدي قفشه بيقرب من الفرودين، يبقى في تحرر كمان. النهارده برضو انا في لعيبه غص، يعني النهارده في النادي الاهلي الحقيقه يعني ما كانتش موفقه. يعني انا النهارده كهربا ما شفتوش في ملعب كتير للاسف، يعني ما كانش موفق في ادائه، ما كانش موفق في حركاته، برضو دي بتفرق. ماتشات صعبه جدا لا تحتمل ان واحد يكون بره الفورمه النهارده، لا تحتمل. والماتشات الصعبه كمان لا تحتمل المدرب بيصبر على لعيب كتير. في ماتشات ممكن، يعني انا افتكر ماتشات كابتن علاء موجود، كابتن اسامه واسامه، كان جوزيه بيغير من الدقيقه 30 مظبوط، ومن الدقيقه 45 الماتش خلاص، هو اسلوب اللعب بيضطرك ان انت كمدير فني كابتن علاء انك تغير، خلاص لازم تغير. صحيح. في ماتشات زي النهارده كده لا تحتمل ان انا مثلا ابقي على لعيب في ملعب، لا ربما في واحده ممكن، لا النهارده في ماتش لازم كل النهارده يبقى كل الناس على درجه كبيره جدا من التركيز ومن التوفيق.
في ماتشات احيانا بشد لعيب واحطه بره جنبي عشان مش موفق، مش يوم النهارده، انا شايف النهارده مش يوم، في لعيب مش جاهز بدنيا برده واغير واعمل تغييرات. انت عندك خمس تغييرات ممكن من بدايه الشوط الاول من دقيقه 30 تبتدي انت كمدير فني كبير مستر موسيماني قاري الجيم النهارده كهربا ملوش دور، انزل صلاح محسن العب بقى باثنين فراوده طالما انا هشتغل بالشكل ده ويبقى عندي فرص للتهديف. ممكن النهارده كنت العب بثلاثه فراوده صراحه، النهارده مش لازم يبقى اثنين على طرف الملعب وواحد، وادي فرصه لاثنين الباكين بتوعه هم اللي دايما يبقوا موجودين على طرف الملعب واحط خمسه في نص الملعب انتظر الكرات العرضيه والعب على السكند بول انا كنادي اهلي. النهارده ما حصلش النهارده في الماتش، فكانت النتاج ان انت النهارده بتخسر نقطتين مهمين جدا في صراع الحصول على لقب الدوري العالمي.